أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، ومعادنا مع سلسلة شرح الجرامر واللانجوج فانكشن أو الوظائف اللغوية للترم الثاني لغة إنجليزية. وهنبدأ مع بعض بشرح من المذكرة الجميلة اللي قدامنا دي. المذكرة بتحتوي على 32 صفحة، وتقدروا تحملوها من الرابط اللي موجود في الوصف في الفيديو تحت الفيديو على طول. وهنبتدي نشرح من المذكرة دي، ويا ريت ننتبه مع بعض لأن الشرح بتاعنا دوت والمذكرة دي بتحوي كل ما يخص المنهج في الجرامر واللانجوج فانكشن. وهنبتدي مع بعض في الفيديو دوت، ودي هتبقى عبارة عن سلسلة فيديوهات. نخلي بالنا مش فيديو واحد، هيبقى سلسلة فيديوهات. هنبدأ بالجرامر وناخد مع بعض future forms او اشكال المستقبل. يعني ايه future؟ اول حاجه بنتكلم ازاي ان انا بعمل جمله او بتبقى بتكلم في المستقبل. المستقبل ليه كذا شكل، يعني انا عشان اعبر عن المستقبل بيبقى فيه كذا شكل عندي لتعبير عن المستقبل. في اول شكل معانا will plus infinitive، تمام؟ will والفعل في المصدر، وطبعا الفعل في المصدر او الانفينيتيف ده عباره عن الفعل اللي هو مش مضاف له اي حاجه، تمام؟ نستخدم will والفعل في المصدر لما نيجي نعمل حاجه. اول حاجه نتنبأ عن شيء هيحصل في المستقبل، تاني حاجه اتخاذ قرار سريع، تالت حاجه وعد تهديد، او بتكلم عن حقيقه هتحصل. طيب ناخد واحده واحده. اول حاجه بتكلم مثلا عن حقيقه، اقول ايه؟ I will be 18 next year. دي حقيقة، يعني أنا هبقى عندي 18 سنة السنة اللي جاية، دي حقيقة ما فيهاش كلام. فأنا بستخدم will والفعل في المصدر، وطبعا هنا بي ده الفعل في المصدر، طبعا بي التصريفات بتاعتها زي ما احنا عارفين am و is و are أو was أو were في الماضي، تمام؟ فهنا البي معناها يكون، طبعا ده الانفينيتيفز أو الفعل في المصدر. I will be 18 next year. I think it will rain tomorrow. ده تنبؤ، انا بعتقد انها هتمطر بكره، ده انا بتنبأ. فانا بستخدم هنا will عشان اتنبأ عن حدث ممكن يحصل. I will call you when I arrive at the hotel. I will call you، انا هكلمك لما توصل الاوتيل. فهنا وعد، انا وعدته بشيء ان انا هكلمه. I will buy you a car when you succeed. انا اوعدك ان انا اشتري لك عربية لما تنجح. فهنا وعد. في قرار سريع كمان، the door is locked is knocked. طبعا الباب خبط، حد خبط على الباب، اعمل ايه؟ I will open it، انا هفتحه. ده خدت قرار سريع طبعا هفتحه. فهنا ايه؟ بستخدم will زاد الانفينيتيف او الفعل في المصدر عشان اعمل حاجات معينة، اعمل تنبؤ في المستقبل، اتخذ قرار سريع، اوعد بشيء، احدد او اقول حقيقة هتحصل. طيب ده بنسميه طبعا المستقبل البسيط will و plus infinitive. نلاحظ المستقبل البسيط نستخدمه مع التعبيرات دي. I believe يعني انا بعتقد او بؤمن. I feel sure متأكد. Perhaps ربما. I expect اتوقع. I am sure متأكد. I think أعتقد. I don't think لا أعتقد. I wonder أنا بتساءل وبتعجب. Probably من المحتمل. I suppose أنا أعتقد. I hope أتمنى. Definitely حقيقة أو بالتأكيد، تمام؟ ناخد مثلا بعض الأمثلة للتوضيح الحاجات دي. There is a good film on TV about science fiction، تمام؟ I think you will enjoy it. فانا بقول اعتقد. I think you will enjoy it. بناء على ايه بقى؟ ان هو هيعرض science fiction، تمام؟ فانا بعتقد ان انت هتستمتع بيه. I expect توقع. مريم will pass the test. اتوقع انها تجتاز الامتحان. ليه بقى؟ she is clever عشان هي ذكية. بس هو طبعا هنا ايه؟ I expect انا اتوقع، بس هو عشان السمات ليس الدليل. يعني ايه السمات ليس الدليل؟ يعني هو سمتها او صفتها ان هي كليفر، بس ده مش معناه ان هي تنجح على طول يعني. فهنا انا بعتقد. I don't think لا اعتقد احمد will leave the country ان هو هيسيب البلد، تمام؟
I will probably it will probably rain tomorrow. من المحتمل ان يتمطر بكره. فهنا تنبؤ فبتيجي مع الكلمات اللي احنا قدامنا دي زي ما احنا شايفين. ودي اول صوره من الفيوتشر، ودي اول صوره من المستقبل اللي هو المستقبل البسيط والفعل في المصدر. تعال ناخد الصوره الثانيه اللي بيجي فيها الفيوتشر، بستخدم am او is او are على حسب الفاعل زائد going to زائد الفعل في المصدر. am او is او are، طبعا am بتيجي مع I و is بتيجي مع he و she و it، و are بتيجي مع we و you و they. تمام؟ زائد going to زائد الانفينيتيف او الفعل في المصدر. طيب بنستخدم going to امتى بقى؟ لعمل تنبؤ بناء على حقيقه او دليل في الوقت الحاضر، او تخطيط او نيه لفعل شيء. طب هنا ويل انا بستخدمها في تنبؤ، ماشي تمام، لكن جوينج تو بستخدمها في تنبؤ بناء على حقيقه او دليل في الوقت الحاضر. يعني لازم يبقى عندي دليل عشان اقول ايه جوينج تو، لكن ممكن اقول ويل مش بغض النظر عن اللي موجود ايه، يعني ملهاش حقيقه، يعني مجرد تنبؤ. لكن جوينج تو تنبؤ بناء على حقيقه او دليل في الوقت الحاضر، او انا بخطط لشيء او نيه لفعل شيء. تعال نشوف مع بعض مثلا الامثله دي examples. There are a lot of clouds in the sky. دي حاجه قدام، في سحب كتير في السماء. It's going to rain. هتمطر، سوف تمطر. فهنا دليل، دليلي ايه؟ ان في clouds in the sky. تمام؟ I listen to the weather forecast. It's going to rain. انا استمعت للنشره الجويه قالوا ان هي هتمطر، فهنا في دليل ايه؟ ان في نشره جويه قالت هتمطر، فانا بتوقع او بتنبأ ان هي هتمطر بناء على ايه؟ على الدليل. طيب كمان going to زي ما احنا قلنا عشان خاطر بتيجي عن بتيجي تنبؤ بناء على الحقيقه او بخطط ليها او نيه لفعل شيء، فبتيجي مع want يعني يريد، decide يقرر، هنا نيه او تخطيط، بلاند طبعا نيه او تخطيط، intend نيه وتخطيط. هنا هي want يريد، decide يقرر، plan يخطط، intend يعني ينوي، intend نوى. تمام؟ فهنا الحاجات دي، فهنا في نية وفي تخطيط وفي دليل، يبقى أنا بستخدم going to. زي ما بقول مثلا Sarah wants to buy a new car so she is going to save a lot of money. ده تخطيط، هي عايزة تشتري عربية فعشان كده بتحوش فلوس، هتحوش فلوس. She is going to save money. فطبيعي طالما في نيه ان هي او هي عايزه ان هي تشتري عربيه، فطبيعي انها تعمل ايه؟ is going to save a lot of money. We are going to buy a new car or new house next year. احنا هنشتري بيت السنه اللي جايه. My father intended to do that. والدي قرر او عنده النيه ان هو يعمل كده. يبقى هو لازم يعمل ايه؟ going to buy a new house. ليه بقى؟ لان هو intended to do that. Watch out. خلي بالك. You are going to break the vase. خلي بالك. هو شايف قدامه كده دلوقتي ان هو هيخبط في الفازة. فبيقول له ايه؟ خلي بالك. You are going. ليه؟ طب هو قال له going to ليه بقى؟ عشان خاطر هو شايف حاجة قدامه ودليل قدامه ان هتحصل كده. فعشان كده قال له ايه؟ going to مش will. تمام؟ The chair is broken. كرسي مكسور. You are going to fall. طبعا معروفة يعني. فهنا هنا في حاجة دليل، في تنبؤ بناء على دليل. طيب دي الصورة الثانية من الفيوتشر تنس أو الإيه المستقبل. الصورة الثالثة من المستقبل The present simple tense، إن أنا بستخدم زمن المضارع البسيط. وطبعا كلنا عارفين الزمن المضارع البسيط الفعل في المصدر مع المفرد وبالفعل متضاف له اس او تحويلات مع الجمع. طيب بنستخدم المضارع البسيط للتعبير عن احداث عن احداث واماكن ومواصلات تصير طبقا لجدول ومواعيد محدده. يعني هي كل الكلام ده البريزنت سيمبل بستخدمه ان انا بقول حاجه هتحصل في المستقبل بس طبقا لجدول وحاجه محدد حدوثها. يعني مثلا القطارات، جدول القطارات ده محدد، برامج التلفزيون هتحصل هتيجي امتى ده محدده، واخدين بالنا. فمثلا لما اجي اقول ايه
The train leaves at 9 p.m. القطر هيتحرك الساعة 9. الساعة 9 مساء. طيب هو هنا انا بتكلم دلوقتي، هي دلوقتي مش الساعة 9 عشان اقول ان انا بتكلم في المضارع، ده دلوقتي قبل 9 بكتير، بس انا كأني بتكلم في المستقبل بس بصيغة الايه؟ صيغة المضارع. ليه بقى بصيغة المضارع؟ عشان صيغة عشان لان المضارع او البريزنت سيمبل دايما بنستخدمه في التعبير عن حقيقة واحداث زمنية تسير طبقا لجداول ومواعيد محددة. The train leaves at 9 p.m. What time does your bus arrive on Saturday? الساعة هيوصل الباص بتاعك الساعة كام يوم السبت؟ طبعا هو هنا بيستخدم سؤال وبيستخدمه في المضارع مع انه بيتكلم بيقول هيوصل امتى، هيوصل امتى يعني مستقبل، بس طالما الباص ليه مواعيد محددة فانا بستخدم صيغة المضارع البسيط عشان خاطر اقول بعبر بيه عن الفيوتشر او المستقبل. The plane arrives at 6 o'clock. الطيارة هتوصل الساعة 6. هتوصل. يعني يا عم انت بتقول arrives. بقول لك ما انا بستخدم البريزنت عشان اعبر عن حاجة هتحصل في المستقبل. بس طبقا لجدول ومواعيد واحداث ومواعيد محددة. طيب. The final exams take place next June. الامتحان هيبقى في 6 اللي جاي في شهر يونيو. تيك بليز ده في المضارع يا عم انت بتقول تيك بليز، اقول لك ما نيكست جون دي مستقبل بس انا بستخدم عشان خاطر ان اصلا في جدول للامتحانات، الامتحان كده مش اعتباطه خلاص اي يوم باخد ميعاد، ده في جدول للامتحانات. طيب وين داز ذا فيلم ستارت؟ وين داز ذا فيلم ستارت؟ الفيلم هيبدا الساعه كام؟ الله هيبدا، ده انت بتقول الفيلم يبدا الساعه كام دلوقتي يعني؟ لا انا بقول لك هيبدا الساعه كام عشان طبعا برضو الفيلم في السينما او في التلفزيون بيبقى ليه ميعاد وجدول محدد. طيب The episode starts at 7 p.m. tonight. episode اللي هو المسلسل يعني او الحلقه بتاعت المسلسل هتبدا الساعه 7 طبعا عشان هو في مواعيد محدده، بستخدم starts هنا present simple. The library closes at 4 o'clock. choose a book quickly please. هو هنا حاليا جوه المكتبه فبيقول له سمحت المكتبه هتقفل الساعه 4 لو سمحت تختار الكتاب بسرعه. فهنا ايه closes هنا ايه present simple مع انه لسه ما جاتش الساعه 4 بس بقول له closes ليه بقى؟ عشان بستخدم present simple عشان اعبر عن شيء هيحدث لكن طبقا لاحداث واماكن تسير بجداول ومواعيد محدده. tomorrow is friday. يا نهار ابيض، هو مش المفروض ان اقول ان tomorrow will be friday هيكون الجمعه؟ لا is friday لانه هو اصلا كده حقيقه ان بكره فعلا الجمعه، فانا بقول is بستخدم present simple to express future tense. look at the calendar. look at the calendar. بص على النتيجه، طبعا في نتيجه فيها مواعيد وحاجات محدده. فانا خدت دلوقتي ثلاث صور للفيوتشر، خدت will والمصدر وخدت am او is او are going to وخدت present simple وهناخد كمان the present continuous المضارع المستمر، زمن المضارع المستمر للتعبير عن الايه؟ عن الفيوتشر او المستقبل. تمام؟ طيب بستخدم المضارع المستمر امتى بقى؟ استخدمه لما اجي اعبر عن شيء تم الترتيب والتجهيز له بالفعل لفعلها في المستقبل. يعني انا جهزت حاجه ورتبت لها عشان تحصل في المستقبل فبستخدم present continuous او المضارع المستمر. يعني مثلا I am going a scientist next Monday. انا هروح امتحان العلوم الاثنين اللي جاي، وطبعا الاثنين اللي جاي ده مستقبل، فانا I am و is و are طبعا زمن المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ من am و is و are والفيرب ing. تمام؟ ف I am doing. طيب ليه بقى؟ وانت ليه استخدمت ام دوينج؟ لان هو كمل الراجل وبيقول ايه؟ مستر وليد هاز اوريدي بريبيرد ا تيست. مستر وليد اصلا مجهز ايه؟ الامتحان. يبقى مستر وليد مجهز الامتحان ومعد الامتحان ورتب للامتحان عشان يحصل الامتحان امتى؟ نيكست ماندي. نيكست ماندي. يبقى كده بستخدم المضارع المستمر تعبير عن شيء مرتب ومجهز بالفعل.
Our class is visiting a museum tomorrow. صح يا عم، انت بتقول tomorrow، يبقى المفروض ايه؟ going to حتى ولا will؟ لأ is visiting. ليه بقى؟ the school arranged for that. the school arranged for that، المدرسة ايه رتبت لده. فطالما رتبت لده بستخدم ايه؟ زمن المضارع المستمر. طب ليه طبعا انا بستخدم زمن المضارع المستمر ليه كده اصلا وهو مترتب لها؟ لانه يا جماعه طالما مترتب لها كانها بتحصل. ما هو المضارع المستمر يعني حاجه دلوقتي ايه في زمن الحدوث، ماشيه ماشيه. يعني مثلا انا رتبت الشنطه، يعني معنى كده ان انا بجهز للسفر، يعني انا كده انا مسافر اهو، انا مسافر. فاول خطوه عملتها، عملت خطوه في السفر ان انا جهزت الشنطه، ففي حاجه مستمره، في حاجه ايه مستمره. فعشان كده بستخدم المضارع المستمر. We are taking the sleeper train. sleeper train اللي هو قطر النوم. We are taking the sleeper train to Aswan tonight. هاخد sleeper train الليلة. الليلة يعني انا دلوقتي لسه ما جاش بالليل، ده انا بالنهار وبقول هاخده بالليل. طب ليه قلت are taking؟ ليه استخدمت ال present continuous؟ عشان ايه؟ We have got the tickets. عشان احنا اصلا جبنا التذاكر، فخلاص انا عارف ان انا ايه. واول خطوة في استمرار السفر لأسوان إن أنا جبت التذاكر، فعشان كده بستخدم الـ present continuous. تمام؟ I am leaving the office at 11 o'clock. يا نهار أبيض، يعني أنت بتقول I am leaving the office at 11 o'clock. I have a permission. عندي إذن، واخد إذن. هو أصلاً أول خطوة عملها في إن هو يمشي من المكتب الساعة 11 إن هو خد إذن من المدير بتاعه إن هو يمشي إيه؟ الساعة 11. فكده ايه في فعل مستمر، عشان كده استخدم I am leaving the office، مش I will leave the office او I am going to leave the office. تمام. We have arranged everything. We have arranged everything، احنا جهزنا كل حاجة. We are giving a family party tomorrow. يعني احنا بص جبنا البلالين وجبنا الشمع وجبنا التورتة وهنعمل حفلة للعيلة بكرة. طب انا استخدمت ليه البريزنت كونتينيوس؟ عشان اصلا اول خطوه من الحفله ان انا اجهز حاجاتي، وفي استمراريه. انا جبت البلالين وجبت البتاع، ففي استمراريه في الحدث هنا، جهزت وبعد كده نخش على اللي بعده من الحفله ايه تشتغل. I have bought our tickets. tickets احنا اشترينا الايه تيكتس بتاعتنا التذاكر. We are watching the match on the stadium next Friday. احنا هنشاهد الماتش في الاستوديو الجمعة الجاية. طب وعادة بنستخدم المضارع المستمر باستخدام افعال زي arranged و prepared و have permission و have او has البي بي، يعني بنستخدم جملة المضارع التام و with this evening مثلا. فبستخدم معاهم ايه ال present continuous. ناخد اكسرسايز عشان خاطر نثبت المعلومة أكتر. أهو choose the correct answer from A, B, C or D. We space the sleeper train to Aswan tonight. We have booked the tickets. We have booked the tickets. يبقى إيه؟ present continuous على طول، إحنا في حاجة جاهزة. يبقى we are إيه؟ We are taking the sleeper train to Aswan tonight. We have book the tickets. There are a lot of people who are waiting. There are a lot of people who are waiting. The train A will be busy. Will going to be busy ولا is going be busy ولا is going to be busy ولا will be busy. طبعا ايوه is going to be busy. مين اللي هو يقدر يقول لي ليه going to بقى؟ عشان خاطر انا عندي هنا دليل ان في ناس كتير، فطالما في دليل يبقى ايه going to. لكن will لما بيكون ايه مجرد تنبؤ بس من غير دليل. تمام. The express train space at 7 o'clock leaves ولا is leaving ولا is going to leave ولا will leave؟ طبعا ايه leaves at 7 o'clock. ليه؟ لان ده طبعا القطر، يبقى اكيد في جدول ومعاد محدد، بستخدم الايه present simple. We space in the restaurant
carriage this evening. We ate in the restaurant carriage this evening. We eat ولا are eating. We are going to eat ولا we will eat. مين يقدر يقول لي؟ طبعا ايه؟ We are eating in the restaurant carriage this evening. طب ايه مين ليه ليه are eating؟ ليه استخدمت present continuous؟ عشان خاطر انا مجهز ومعد للحق للموضوع. ليه this evening؟ واحنا قلنا لما يبقى في this evening بستخدم ايه؟ المضارع المستمر. The train is based at Luxor early tomorrow morning. The train ايه؟ at Luxor early tomorrow morning. طبعا the train ايه؟ stops. تمام. ليه بقى؟ لان train، وطالما train يبقى ايه؟ جدول وزمن محدد، بستخدم present simple. I think it not hot in Aswan. I think it ايه؟ it will be hot ولا it is ولا is going to ولا is going to be. طبعا it will be hot. ليه بقى will be will؟ عشان خاطر هنا think، انا اعتقد بس من غير دليل، مفيش هنا دليل ولا الارصاد قالت ولا اي حاجه، هو بيقول انا اعتقد. I will ايه؟ طبعا تبقى ايه؟ will be. The library space at 4 o'clock so please choose book quickly. The library ايه؟ طبعا closes. ليه بقى؟ عشان خاطر ليها ميعاد محدد 4 o'clock، يبقى بستخدم present simple. طيب space the men climbing that mountain tomorrow. is the men ولا are the men ولا do the men ولا does the men؟ طبعا هتبقى ايه؟ are the men. ليه بقى are؟ ليه are مش is؟ طيب عشان خاطر the men هنا ايه؟ جمع، فهنا are. ده اول حاجه. طب ليه مش do؟ عشان خاطر هنا ايه؟ climbing مضارع مستمر. are the men climbing that mountain tomorrow. تمام. we space on holiday next week. I have already bought the tickets. we go ولا we are going ولا we are going to ولا we will do. طبعا we are going on holiday. طبعا هنا going مش going to ليه؟ لان اصلا going to من غير going دي خالص. going to دي معناها سوف او هيحصل، لكن going هنا معناها يذهب. فهنا going to يجي بعديها الفيرب في الفعل في المصدر، فما فيش هنا فعل في المصدر. تاني حاجه ان هنا في اعداد مسبق، يبقى هنا ايه؟ طبعا يبقى ايه؟ طبعا present continuous مضارع مستمر. يبقى we are going to، we are going on holiday next week. we are going on holiday next week. I have already bought the tickets. تمام. what time space your bus arrive. what time ايه؟ does ولا do ولا are ولا is؟ طبعا what time does your bus arrive. ليه هنا ايه؟ present simple عشان خاطر ميعاد محدد. my father thinks that it space cold when we go to England. my father thinks that it a it will be cold ولا it is going ولا is going to be ولا going. طبعا will be. ليه؟ لان هو بيتنبأ بدون دليل، بيتنبأ بدون ايه؟ دليل. لكن لو بدليل اقول ايه؟ going to be. his birthday is on Tuesday. عيد ميلاده يوم الثلاثاء. he نقط his base 30 year old. طبعا هي ايه؟ he is going to be 30 years old ولا he is ولا he will be ولا he is 30 years old ولا he is going to be. طبعا دي تبقى ايه؟ he is going to be. كده مش المفروض يبقى he is؟ ما انت بتقول ان هي حقيقه يبقى he is. اقول لك لا. اقول لك ليه بقى؟ لان هو لسه اصلا ما بقاش 30 سنه، هو يوم الثلاث اللي جاي، فهو هنا في تنبؤ بدليل او حدث هيحصل بدليل. he is going to be 30 years old. يعني هنا في حقيقه بدليل هتحصل، او تنبؤ بدليل، دليل ان هو ايه؟ عيد ميلاده يوم الثلاث. فهيبقى يوم الثلاث بقى عنده ايه؟ 30 سنه. تمام. rewrite the following sentence using the words in the brackets. اول حاجه معانا I have arranged everything to give a party next week.
عايزين نحط giving بدل give. اقول ايه بقى؟ I have arranged everything. I am giving a party next week. صح كده، حولناها لايه؟ لبريزنت كونتينيوس. I have arranged everything. I am، ونحط نقطة، I am giving a party next week. طيب decided. I am going to decorate my room. I have decided، يعني أنا قررت. I have decided to decorate my room. تمام. بعد كده عندنا I intend to buy a new car for my wife. Intend to، يبقى نشيلها نحط ايه؟ I am going to buy a new car for my wife، لأن طبعا ايه في النية هنا. I am going to buy a new car for my wife. Succeed. We all expect his success. كلنا بنتوقع نجاح. ربنا نقول ايه؟ We all expect he will ايه؟ succeed. He will succeed. ان هو هينجح. منى has decided to buy a new dress. Has decided. طبعا حط going مكان ايه decided. منى، يبقى منى ايه؟ is going to buy a new dress او new dress. تمام. منى منى is going to buy a new dress. My plan is to spend the summer in Alexandria. خطتي ان انا ايه اقضي الصيف في اسكندريه. يبقى ايه؟ I am going to spend the summer in Alexandria. I am going to spend. Launching. The scientists at NASA have arranged everything to launch Apollo. يبقى the scientists at NASA have arranged everything. They are launching Apollo. They are launching a Apollo. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من المراجعة بتاعتنا الجرامر واللانجوج فانكشن. انتظرونا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله، وهناخد لانجوج فانكشنز زي ما احنا شايفين قدامنا. وزي ما قلت لكم تقدروا تحملوا المذكرة دي من الرابط أسفل الفيديو، وكل إن شاء الله كل فيديو هناخد جزء من المذكرة لغاية ما نخلص المنهج كله. تابعونا وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يجيلكوا الفيديو اللي بعده. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي، وأتمنى لكم كل التوفيق يا رب إن شاء الله. مع السلامة.